اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن يوسف، الاهلي قفل الملف الافريقي وانتقل الى ملف الدوري العام، تعادل مثير في مباراه بيراميدز ثم رجوع مره اخرى والفوز على نادي سموحه برباعيه، واستعداد بقى لمباراه المقاولين العرب، شايف الوضع كده ازاي؟ بص يا كابتن اسلام، طبعا قبل بس عايز خطوه قبل ما نقفل الدوري او الملف الافريقي. عايز الراي العام كله وطبعا قناه الاهلي على راس الاعلام المصري في حته ان لابد من عدم تهوين او ان احنا نهون او نسهل او نستهون بمباراه كايزر تشيفز. فرق جنوب افريقيا فرق قويه، فرق بتعرف تلعب، وفي نفس الوقت انك تستهتر بفريق او تستسهل، مش عايز اقول تستهتر بس تستسهل نهائي افريقيا، دي حاجه خطر جدا جدا جدا. فانا من خلالك طبعا وخلال شاشه النادي الاهلي بتمنى ان احنا ده عشان بس نقفل الملف الافريقي، نحترم جدا قوي المباراه بتاعت يوم 17 دي عشان يوصل للاعبين، يوصل للمنظومه كلها ان المباراه دي 90 دقيقه في المغرب بس مش سهله، وان النادي الاهلي عنده حلم وعنده هدف كبير جدا انه يجيب البطوله العاشره ويجمع بطولتين متتاليتين ان شاء الله.